في اجتماع تناول موضوع التخصصات الزراعية الراكدة والمطلوبة لسوق العمل، والتأكيد على أهمية القطاع الزراعي الذي يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والغذائية في الأردن، تم الحديث عن التخصصات الجامعية المتعلقة بالهندسة الزراعية وغيرها داخل مجلس النواب على أمل إيجاد الحلول. التقينا في اللجنة بالاجتماع مع عطوفتك للحديث عن التخصصات الراكدة في ديوان الخدمة المدنية، كم أعداد المهندسين الزراعيين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية، واعتقادي أن منذ حوالي يعني سنوات عديدة سابقة ولغاية هذه اللحظة لم يتم تعيين أحد من هذه التخصصات الموجودة والمسجلة أصلا في ديوان الخدمة المدنية. النقاش لم بالقطاعات المشبعة في الجامعات الأردنية، كما تطرق إلى البطالة وأسبابها في المجتمع الأردني وتحديدا القطاع الزراعي. صار من 2010 تخرجوا وما حدا تعين منهم، رغم أنه راكد ولحد الآن يدرسوا فيه تخصصات. فبروحوا بيجددوا ويشوفوا وين صار دورهم، فبتلاقيهم صاروا سبعة. فهل موضوع النقاط هو اللي خلاهم يتراجعوا؟ الأرقام كثيرة التي تحدث عنها رئيس ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالتخصصات الراكدة، والتي تعتبر سببا في ارتفاع البطالة، حيث أن الديوان لا يعين سنويا إلا 10% من الخريجين. في النسبة الإجمالية في التعيين على مستوى المخزون من كل المهن ما فيها التعليمية والطبية، يعني قديش احنا عيننا الفترة الماضية من تخصصات طبية وصحية ومهن تعليمية، النسبة هي أقل من 2% من إجمالي المخزون تقريبا، يعني لا تتجاوز 2%. إذا بنطلع احنا على نسبة الخريجين السنوي اللي حكينا عنهم في التعيين، نتكلم عن حوالي 70,000، احنا بنعين بحدود 8,000، وهذا يتوافق مع النسب العالمية بالنسبة للجهاز الحكومي، لأنه الأصل أن يكون 70% لدى المشغل الأساسي اللي هو القطاع الخاص، 20% في القطاع الأهلي اللي هي المشاريع الصغيرة الفردية والجماعية، و10% في القطاع الحكومي. ومع ارتفاع البطالة في الأردن، إلا أن ديوان الخدمة عاد التأكيد على أنه ليس المسؤول المباشر عن حل هذه المشكلة. وفي ظل الحديث عن تعيينات لأجانب في القطاع الحكومي، أكد الناصر أنها لأخصائيين، لكن في حال توفر البديل تمنح للأردني. إجراءاتنا واضحة شفافة معلنة متاحة. إحنا صحيح يعني الإخوان بهيئة النزاهة اشتغلوا على مدار 3 شهور سعادتك في تدقيق كل إجراءات عملنا، وطلع التقرير النهائي كما احنا كنا واثقين انه يخلو اجراءات عمل الديوان من اي مخالفة مهما كانت، وهذا ليس يعني مقرونا بهذه السنة لوحدها. في نهاية الاجتماع شدد على ضرورة المراجعة الدورية للأرقام الموجودة بالخدمة المدنية وتطوير آلية عمله لكي تواكب التطورات التي حدثت على مستوى العالم. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.